90% من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرؤون. تقرير صدر عن البنك الدولي أشار من خلاله إلى واقع التعليم والتلاميذ في العراق. هذا التقرير رفضته وانتقدته وزارة التربية العراقية، ولكن كان له صدى كبيرا وتأثيرا على رجل دين عراقي اسمه الشيخ عداي الغريري، الذي تفاجأ وصدم بل وانهار وفقد أعصابه حتى كاد يغمى عليه، وبدأ بالصراخ بأعلى صوته من على المنبر بعبارة تحيا مدرسة حج راضي، موجهاً انتقاده للتعليم ومشيراً إلى مشهد في مسلسل تحت موسى الحلاق، عندما كان الحج راضي يقرأ رسالة لا يفهم ما جاء فيها بطريقة كوميدية ساخرة وعبارة نحبان للو. كل واحد الآن تروحون إخواني يشوفون أولادكم، إذا يقرأ نحبان للو لازم تجيبوا له واحد مثل عبوسي يترجم له، يقرأ هندي تقول له حج ومعاني ما افتهمت، قال وليش أنا افتهمت حتى تفتهمين. ألف رحمة على روحك حج راضي، إحنا إخواني مدارس، إحنا الآن مدارسنا نحباني للو، هلا ما شاء الله نحباني للو. عبانا قبل تيجي تمثيلية طلع الصدق 90% مدارسنا كلها نحباني للو. يا الله زين هذا عبوس منين نجيب له؟ شون يعني الآن بصوصي دقم، بس لما بصوصي دقم يا ابو شلون هذه؟ ان كمبرا قال كثيرا، هاي شنو هاي؟ هاي كم واحد؟ قال عمك هذا يكتب ابنك بالهندي وعبوزي ده يترجم بالعربي، فاحنا يا اخواني باهم وباه 10% يعني بعدناها بعدنا سنتين او ثلاثه كلها لازم نسجل مدرسه حج راضي، كل احنا لازم ارادنا واحد يترجم لنا نحواني للو وكمبرا وبصوصي دقم وايكلك معيب. احنا يا معيب هسه احنا مدرسه 2000 مدرسه طينيه، هاي بالعافيه عليكم. طبعا احنا ما نقول لكم ليش سويتوا مدرسه طينيه، انا باعتبار اقول والله احنا تدري عندنا حضاره سومريه والكتاب الواح الطين والكتاب المسماريه، نقول يجوز مثلا وزاره التربيه تريد تحيي تراث المدرسه السومريه، تريد تحذونها فمسوي المدرسه 2000 مدرسه طينيه. إذن الشيخ الدكتور عداي الغريري استشهد بمشهد الحج راضي في مسلسل تحت موسى الحلاق أثناء قراءته لرسالة بأسلوب تهكمي. ولمن لا يعرف المسلسل أو لم يشاهد هذا المشهد بالذات، نعود لنذكركم به وما جاء في ذلك المشهد الذي قصده الشيخ. يعني مؤخرا ايش صار كلمتين؟ اي مليوصه عندك ابي بالمدرسه بسبب دوام ابي بالمدرسه. اي حجي ايه نحباني تحياتي للو آلد للوالد. اي الابود لك هاي العد ودع له سلام الابو. وش شلون مسوي باوع كلمه قاطمه نص هنا ونص هنا؟ هي بالهندي ايش استاذ؟ الفريز العزيز نقطتين مؤخر ابنك المستحلص ابنك المخلص. أيه؟ غاتم غانم بالهندي غاتم. مقطع الفيديو انتشر بسرعة كبيرة في منصات التواصل وأفرز المئات من التعليقات وردود الأفعال. اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات، والبداية لتعليق ميرنا التي قالت، تقول ميرنا في تعليقها عن هذه القصة ورد فعل الشيخ حول تقرير البنك الدولي بخصوص التعليم في العراق وأن 90% من الطلبة لا يفهمون ما يقرؤون. تقول ميرنا تقرير البنك الدولي لم يأتي من فراغ حول الدراسة والتعليم، أكيد استند إلى تقارير ونتائج إلى أن وصل الذي وصل فيه. أنا أقول هذا بنك دولي، مؤسسة دولية رصينة ومعترف بها عالميا، كيف يقيم ويظهر نتائج؟ فلا ضرر من التقرير، أعيدوا دراساتكم حول ذلك. تعليق آخر من طه، يقول طه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسباب ضعف المستوى العلمي هذا العام في مدارسنا أولى جائحة كورونا التي تسببت بتعطيل الدوام للأعوام الثلاثة السابقة، ثانيا التعليم الإلكتروني، ثالثا قرارات العبور من صف إلى صف، رابعا تغيير المناهج دائما. هناك أيضا تعليق آخر، وهذا التعليق من أبو علي الربيعي،
هذه خطة منهجية اتبعتها دول الاستكبار للقضاء على العلم في العراق، ساعدهم فيها المنحطين والفاسدين والذين نهبوا العباد والبلاد باسم الدين والمذهب والطائفية من المحسوبين على العراق والقادم أسوأ أكثر. هناك أيضا تعليق آخر، وهذا التعليق من الزهرة البيضاء. هذا شبي أصلا، أنت خريج نحباني ما عندك أسلوب الخطيب، شجاكو ماكو واحد بخير نستند عليه؟ الله أكبر، بس والله صح نايمين، ما قصرت بكلماتك، يستحقون كل كلمة نطقت بها. تعليق من حوراء، تقول حوراء في تعليقها، حوراء الحاتمي: هسه تركوا الطريقة اللي يتكلم بها الشيء، هو يحكي هيش لأن قلبه محترق على واقع التربية والتعليم. إذا بكم خير سووا حل لهذه المهزلة اللي راح ترافقكم وترافق أجيال أجيالكم. أيضا هناك تعليق من هدى إكليل الهلال: شر البلية ما يضحك، مدري أبكي مدري أضحك على وضعية التربية والتعليم بالعراق. التعليم إلى أين؟ بالمناسبة حتى منابر مساجدنا للأسف صارت نحباني للو. هو هذا منطق وأسلوب شيخ يخطب بمنبر؟